بين هذا المنظر المطل على زرقة مياه البحر ومسجد كتشاوى العريق بالقصبة السفلى، يتواجد قصر دار عزيزة بكل تفاصيله الساحرة. شكل معماري فريد من نوعه لا يزال إلى يومنا هذا شامخا لينقل لنا صورة حقبة زمنية مرت على أرض المحروسة، تاركة وراءها قصصا وروايات تحكى لهذا الجيل. يرجع اسم هذا القصر إلى أميرة عزيزة بنت الداي. يعني كانت هذه الأميرة حسب اسمها بنت عزيزة جد مقربة للداي، وعلى هذيك خدا اسم دار عزيزة، يعني كانت المفضلة عند الداي. وقام الداي بإهداء هذا القصر بمناسبة زواجها بباي قسنطينة، باي راجب، حتى تبقى قريبة له، أهدى لها هذا القصر. يرجع تشييد هذا القصر حسب يعني معلومات اللي عندنا إلى 1666، ولكن شيد على آثار لمعلم قديم يرجع للفترة الجزائرية، للجزائر بني مزغنة. كل شبر في هذا القصر يحمل في طياته حكايات عن أناس مروا من هنا وقضوا أغلب أيامهم يتجولون بين أزقته. في الفترة الاستعمارية تحول دار عزيزة إلى أسقوفية تابعة يعني أسقوفية، كان دار أسقوفية، وكان يعني مسجد كتشاوى تحول إلى كاتدرالية. يعني وجزء يعني اللي تبقى من هذه الأسقوفية عندنا آثار في الجدار، في الجدران، يعني اللي غرفة من هذه الغرف الصغيرة نصيبوا فيها يعني صليب. أيضا يمكن القول أنه الواجهة اللي راهي مجاورة بالمدخل دار عزيزة كانت يعني للخادم، وكنا نجد فيها يعني حمام ومطبخ. قصر كان ولا يزال إرثا عريقا يزين واجهة الجزائر ويوحي بهويتها المتجذرة في عمق التاريخ.